مقادير جبنة القريش اللي نعملها بطريقة كده شوية حركات فيها. يبقى قالب جبنة قريش، معلقة كبيرة عصير ليمون طازة، معلقتين كبار زيت زيتون، بصل أخضر مفروم، بقدونس مفروم، زعتر طازة مفروم، روزماري طازة مفروم، بيضة مسلوقة، دي بقى غريبة عشان بس تساعدنا على الشبع أكتر، بتدي طعم حلو برضو، معلقة كبيرة زيتون أخضر مفروم، بيظبط بقى الطعم عشان فيه شوية حتة كده مزازة كده. عايزة بقى جنبه بقى خيار وطماطم وجزر، الجزر مهم جدا عشان يدينا اللون الحلو للبشرة والنضارة، بتفرق كتير جدا. طيب هنبتدي بقى نخلط، انا بهرس القريش كده وهبتدي ادخل برضو معاها البيض اهو، وهندخل بقى كله واحدة واحدة، اللي عايز ما يحطش روزميري ما يحطش، اللي عايز ما يحطش زعتر ما يحطش، مش لازم، بس كل دي فايدة اعلى كتير جدا. بخصوص عايزة ارجع اتكلم تاني عن اللحوم المصنعة، في فرق ما بين اللحوم اللي هي بتبقى الرومي مثلا المدخن مثلا، اللي بتبقى تنسيلة اللحمة باينة مش مفرومة، ما بتبقاش مفرومة، دي احسن كتير جدا عن اللي هي بتبقى مفرومة زي السوسيس الهوت دوج السجق، الكلام ده كله مش بيبقى باين له ايه اللي جواه، ممكن يكون مفروم فيه اي حاجه احنا مش عارفينها، فده اللي نخلي بالنا منه وناخدش منه خالص يا ريت. ده للي مش قادر وحابب جدا ياخد شويه مفيش مشكله، التاني يا ريت نمنعه خالص. بس انا حطيت بقى شويه عصير ليمون، ده بيساعد جدا على امتصاص بقى الكلام ده كله، وغير انه فيه فيتامين سي اللي بيساعد على الحرق طول الوقت، بيساعدنا على ان احنا نخس. زيت الزيتون من الحاجات اللي بتساعد جدا على الحرق، غير ناس كتير بتفتكر انا هعمل دايت يبقى هوقف الدهون خالص، لا، زيت الزيتون من الحاجات بتساعد جدا على الحرق. هنحط بقى، بس الكميات هي اللي بتفرق كتير، الجسم هيحوشه على طول. حطيت زعتر، روزميري، البقدونس اللي برضو بيساعد قوي على الخساسان، بصل الاخضر، الزيتون الاخضر بقى، بصوا انا حاطه قد ايه على الكميه، طبعا الطبق ده كله مش هناكله على الفطار مره واحده، هنحط في علبه وناخد منه. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده كله عشان نقدر ناخد حاجات معانا الشغل، والكلام اللي انا قلته امبارح في حلقه امبارح برضو عشان نقدر ناخده معانا الشغل، لان كتير بتسال ناخد ايه معانا الشغل، من جوع جدا ونبتدي بقى نطلب اي حاجه بره، فده عشان يساعد ويشبع معانا جدا. العيش ده مع البيضه، مع بيضه مع جبنه قريش او البيضه خلاص مهروسه جواها، بيشبعوا جدا بجد، ان شاء الله هتدعوا لي ان شاء الله. هحط بقى الخياره المتقطعه كمان، بس نخلي بالنا الخيار ما بيقعدش كتير في الثلاجه، فايه ممكن تاخدوا تاكلوا الخيار جنبه يعني مش لازم جواه. بس كده ان شاء الله جبنه القريش دي تبقى طعمها يعجبكم، وممكن برضو للي حابب يخلط في جبنه القريش نفسها جبنه فيتا، اي نوع اي نكهه انتوا عايزينها بقى تخلطوها فيها تدي طعم حلو قوي. واللي بيحب جبنه ريكفور ممكن حته جبنه ريكفور، يبقى احنا خدنا طعمها من غير ما ايه ناخد دسامها الكتير. بس كده نغرف بقى. عايزه اراجع معاكم بسرعه قبل ما نختم، احنا